الفرنسي ماكسيم شار صاحب 22 عاما تم التعرف عليه من خلال الفيديو الدعائي الذي نشره ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. هوشار متواجد بين الجهاديين الذين أعدموا الأسرى مع احتمال وجود فرنسي آخر ضمنهم. هذا الملف تم نقله للعدالة وتتكفل به المديرية العامة للأمن الداخلي بعد الفيديو الذي بث نهاية الأسبوع، وللعدالة أن تستخلص النتائج من العناصر التي بحوزة الشرطة. وفي بريطانيا ذكر أحمد مثنى أنه يعتقد أنه رأى ابنه ناصر في الفيديو الذي بثه ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، وهو طالب بريطاني في الطب ويبلغ من العمر 20 سنة. أستغل الفرصة للخوض في التفاصيل لبعض التدابير التي سنتخذها في إطار مشروع مكافحة الإرهاب هنا في المملكة المتحدة. مثل ما يعرف المجلس، هناك صلاحيات جديدة للشرطة في الميناءات لسحب الجوازات وتوقيف المشتبه فيهم وتوقيف البريطانيين الذين يرجعون إلى المملكة. لك 3000 شخص تم إحصاؤهم من الأوروبيين توجهوا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف الجهاديين في المنطقة بحسب المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب.